اليوم معنا فريق وجه كل طاقاته للأطفال المشردين والأطفال اللي عم تشتغل بالشارع. أكيد حنحكي اليوم عن فريق سيار ونحكي عن نشاطاتهم خلال شهر رمضان المبارك. أكيد معنا اليوم أريج. يسعد صباحك يا أريج، وكل عام وأنت بألف خير. يسعد صباحك وأنتم كمان بألف خير، إن شاء الله نعد على الجميع يا رب بالخير. صباح الخير يا أريج. يعني دائما بالعيد في عنا كومة فعاليات، شو فعالياتنا بالعيد؟ تفضلي. هلا نحن تقريبا بكل عيد بسيار بنطلع، نحن بنطلع الأطفال، يعني هن بيعرفوا إنه فريق سيار نحن بنطلع بنعايدهم، شو رح تكون هي المعايدة عنا، شو رح يكون، فبنطلع نحن لعندهم. هلا كان هذا العيد هو توزيع هدايا هي كانت عينية للأطفال، بس بحيث إنه نحن بس نشوف الطفل على الأقل، إنه نحن بس نشوف بعض، نحكي مع بعض، بس إنه يضل في هذا الشيء. امبارح كان أكثر في أكثر من محافظة، أكثر من منطقة بدمشق وبريفة كمان، طلعنا وزعنا هدايا كانت للأطفال على حسب تواجدهم بالمناطق من طريق فرق جوالي. نعم، يعني دائما نحن أريج بنقول إنه لازم الإنسان يسعى دائما ليعطي الفرحة لغيره، خاصة بأيام العيد. قديش العطاء مهم، مو بس بأيام العيد، بكل الأيام العطاء قديش هو فكرة مهمة. تماما. هلا نحن يعني بسيار اجمالا نشاطاتنا مع الاطفال دائما ما في ابدا وقوف للانشطه، نحن معهم على مدار السنه كامله، في عندنا اكثر من فعاليه بتكون، في عندنا اكثر من شيء كلياتهم بيكونوا. هلا بالعيد في شيء مميز، يعني هنا الاطفال بيكونوا بالشارع، فهنا بينطروا انه ايمتى رح يجوا لعنا سيار، ما رح يجي لعنا الاستاذ كذا الانسه هيك، انه ما رح يجوا، بينطروا، يعني عارفه انه نحن باي يوم من العيد رح نطلع رح يتم في توزيع، يعني فهذا الشيء دائما نحن مع بعض، يعني هنا اساسا بيعتبروا حالهم انه هن اصدقاء لنا للاطفال، هن مو بس نحن متطوعين مع بعض او انسه واستاذ وطفل، لا ابدا. حلو كثير. انتم لكان شو بتقدموا للاطفال؟ يعني مثل هلا قلتي بالعيد بنطروكم، طيب بالايام العاديه شو ممكن تقدموا للاطفال المشردين، للاطفال يلي عم يشتغلوا بالشارع بالاخص بهالوقت كثير كترانين؟ انتوا شو عم بتقدموا لهم كجمعيه؟ تمام. هلا نحن اول شيء رح احكي بس انه مين هن اطفالنا، نحن اساسا فئتنا المستهدفه، الفئه المستهدفه عندنا هن اطفال الشارع اللي احنا بنشوفهم ممكن عم يتسولوا او عند الاشاره عم يبيع علكه يعني محارم او اي شيء. دارج الورد هلا الورد كمان تماما، انه بيجيكي انه احراج انسه عمو خود عن جد خود، بيحرجك انه خوذ، اذا مثلا كان ممكن يكون اختك او اخوك بس هو انه بدك تاخذ. هلا هذا بنسميه تسول مقنع. انا استوقفني مشهد يمكن عن جد بياع ورد، فكنت انا ماشيه بالشحلة سمار اجى بياع الورد لعند حدا، قال له خذ ولا خذ، خذ لها هالورده اذا بتريد ساعدني بحقها. قال له الشاب انت كمان لازم هلا تساعدني. قال له قد ايه بدك مصاري؟ عن جد عن جد هون لحاله بده يشتري الورده لو ما كان تماما تماما، يعني حتى هن اسلوب احيانا هذا تسول مقنع، نحن هذا بنسميه تسول مقنع، هو بس عم يتسوى بس بطريقه هيك شوي احترافيه يعني لحتى تطلع شوي بروفيشنال اكثر. فهذا الشيء اللي هو صاير، نحن دول اطفالنا، هن دول اطفال فاقدي الرعايه فينا نسميهم اكثر. انشطتنا بتكون خلال السنه ضمن المراكز الثقافيه، احنا موزعين بجميع المحافظات وببعض المناطق بسوريا، فنشاطنا بيكون يوم واحد بالاسبوع ضمن كل مركز. بيتضمن بالنشاط في عنا فقره تعليم، التعليم هو لحتى نكسر الاميه عند الطفل، نحن غالبيه اطفالنا ما في ابدا يعني ما في اي شيء، فاحنا بس كسر اميه على الاقل، يعرف يقرا يكتب يعرف الرقم كذا او هيك. الشيء الثاني بيكون عنا تنشيط، التنشيط هي شيء حركي نحن بنقدمه للاطفال لحتى هي لعبه صغيره او شيء تفريغ مو اكثر. الشيء الثالث انه هو في عنا فقره توعيه، التوعيه عن شغلات هي عم تصير معهم بالشارع، نحن بنرجع بنشوف، طبعا في عنا دليل نحن بنمشي عليه، يعني مو من عنا اكيد، في دليل ماشيين عليه، بنرجع مع الطفل بنعمل هي الفقره عن طريق حكواتي او عن طريق دمى او ممكن نحن باي مسرحيه بسيطه، وفنن بيعطونا اجوبه وكذا، يعني بنطلع بنتيجه بالاخر. اخر فقره بتكون عنا هو العلاج بالفن. هلا احنا ما بندرس حاله، فينا نقول انه نحن عم ندرس الحاله بالضبط، لكن نحن شيء تفريغي للطفل بس، انه مجرد هو تفريغ والوان وكذا، ففي اطفال هي فعلا هي بتتاثر يعني احيانا بهيك شغلات. هذا هو بيكون نشاطنا، طبعا نشاطنا اسبوعي دائما. نعم. تمام. إذا النشاط أسبوعي ودائم، طيب بدنا نحن النتائج، شو النتائج؟ تمام. مين الأشخاص أو الأطفال يلي استفادوا؟ مين الأطفال اللي وجهتوهم للطريق الصح؟ إنه غلط أنتوا توقفوا بالشارع، غلط تتسولوا، غلط تعملوا هاي الأشياء، أنتوا أطفال قدامكم مستقبل، أنتوا الأطفال يلي حتبنوا سوريا، كيف أنتوا عم توجهوهم بالطريق الصح؟ تمام. هلا نتائج تمام، انه نقول ان انت ما فيك تتسول او هيك، هذا الشيء رح يكون صعب علينا اساسا، لانه هو هي البيئه هن اخذينها وراثه،
يعني للاسف يعني هي ورا بعض ورا بعض ورا بعض بالتتالي. وحتى هنا بعض الاطفال احنا ما عندنا اطفال هي موجود لها قيود بالدوله، يعني تمام. في اطفال مفقودين ما لهم نسب ابدا، مجهولين نسب تماما. فهذا الشيء ما فينا، بس احنا بننبههم على شغلات يعني بتصير بالشارع. يعني بالنهايه يعني هو يا عم بيضل بالشارع يا اما عم بيروح على مطرح ثاني. نحن علينا بس نكون عم بنوجه، كونه هلا ما عندنا مركز بنوجه انه مثلا اذا صار معك هذا الموقف تصرف هيك، لا تعمل هيك، لا ترد. هنا بيتعرضوا لحالات تحرش جدا جدا جدا، ضرب، يعني العنف بكل انواعه هنا عم يتعرضوا له بالشارع ومن الاهل، يعني بالشارع ومن الاهل. وبيرجع على البيت بعد كل شيء بيكون مرر عليه برا، بيرجع على البيت يعني في بالبيت وين المصاري اللي جبتها افلام يعني حتى بياخذوا المصاري بيرجع بيتقلع برا ثاني برا للاسف. فنحن علينا بس التوجيه لهم، التوجيه اللي هو صح. نسعى طبعا للايام يكون في مركز. حلو حلو، يعني هذا الحديث اللي نحن عم نحكيه حلو عن جد. انا وقت شوف هالاطفال بالشارع بتمنى كلهم هيك لمهم حطهم بقرنه او بيئه حاضنه آمنة يقدروا يمارسوا حقوقهم. من حقه يتعلم، من حقه يشعر بالأمان، من حقه يشعر بالحنان. هن ضحية بهالمجتمع لا يمكن أهل، خلينا نقول أو ما فينا نسميهم أهل، لأشخاص هن ما بيعتبروا ما بيحملوا صفة لا الأبوة ولا الأمومة. عن جد حالات جدا بتأسي يعني القلب، هيك بيأسى، هيك بيقول يا الله الدنيا شو قاسية. وقد ما كان يمكن نحن عم نسعى، بس لازم يكون لنا تشبيك مع خلينا نقول وزارة الشؤون الاجتماعية طبعاً. خلينا نحن نتواصل مع، خلينا نعمل لهم دور رعايه ضروري. عن جد يعني حرام. هلا هذا الشيء نحن عم نشتغل عليه، صرنا من زمان لما بلش السيار بال 2014 نحن ما زلنا لهلا عم نسعى له. بس هلا تجهيز مركز او تجهيز شيء هو بيكلف ميزانيات جدا كبيره. يعني احنا اذا عم نحكي على مركز هو للاطفال فبده ايادي عم تشتغل مع بعض، ناس متحده، كوادر بدها كثير شيء هائل. يعني احنا ما عم نحكي على شيء بسيط. وغير هيك انه نلاقي وسيله نحن والاهل اساسا انه هذا الطفل انا اخذته منك، انه احنا بدنا ناخده لحتى يكون خلص في له رعايه، في شيء له مخصص. هو اللي احنا من المشكله اللي عم بتصير انه بيرجعوا الاهل لعنا انه ما بدهم. في بعض اهالي بتقول لا ما بدي ابني يروح على سيار، بيمنعوا الطفل انه يجي. هن بيطلعوا هيك هريبه بيجوا لعنا على النشاط، يعني هن بيحبوا النشاط لدرجه انه يعني بيطلعوا بيهربوا فورا، انه بس ان شاء الله انه ساعه ما عاد فيني يفوت، انه بس ضل ساعه ساعه ونص. يعني هن بينطرونا انه ايمت هن جايين سيار، ايمت جايين سيار. فهي الفكره اللي احنا عم بتصير. اكيد سيار بنتمنى لكم اكيد التوفيق. بنتمنى انه مو بس محو الاميه، انه تعلموهم مهن ليقدروا يمارسوا هدول الاطفال ويشتغلوا فيها، ما يقعدوا ينزلوا على الشوارع تمام. ويمارسوا حياتهم اكيد بالشكل الصح. انت على شو عم تركزوا؟ قلتي انتوا بتوجهوهم. طيب قال لك انا مثلا عندي مصايب صارت معي اليوم، شو انت التوجه مثلا؟ شيء يعني بس انت تحكي مع طفل، ما عم تحكي مع حدا كبير، طفل يعني قلبك، يعني قلبك صح. بيوجعك، يمكن قلبك بيبكي وهو عم يحكي لك قصه شو صار معك. كثير كثير يعني. فاحكي لنا على قصه اثرت فيكي من القصص اللي صارت مع الاطفال. احكي لنا كيف قدرتي توجهي هذا الطفل ليختار طريقه الصح. تمام. هلا شيء من القصص اللي صارت معنا مع الاطفال في كثير، هلا رح اخذ وحده منهم. يعني اذا حابه احكي، كان في عنا طفل من الاطفال، هذا الطفل هي طفله بالاحرى، هي الطفله يعني انا لاحظت عليها مرت فتره انه في هي فيها شيء صاير معها شيء اساسا. هي الطفله مو طبيعيه، في شيء يعني. هن بعد ما بيأمنوا لنا يعني بصير هنا لحاله بيجوا بيحكونا انه انا صار معي هيك، انا هيك، بيحكوا خلص انا بس امنوا بيحكوا، بس بيضلوا فتره لحتى هيك يصير بعدين في هي التلاحم بيناتنا اكثر. هي الطفلة كانت للأسف أهلها يعني مو مخلينا بالبيت، هي وأخوها. أخوها عمره 17 سنة. أهلها يعني هن من لحمة ودم. إيه من لحمة ودم تماماً. أخوها عمره 17 سنة، متزوج. بس للأسف يعني متزوجها كمان عمره 13 سنة. ساكنين كلياتهم بغرفة واحدة، يعني هي وأخوها ومرت أخوها بغرفة واحدة. للأسف يعني هون هي بنص البلد يعني بمكان كتير سيء. آخر النهار هي عليها تلم المصاري وبدها ترجع هي كل نهار لعند أهلها بدها تعطيهم إياهم يعني. نعم. فهي كانت واحدة من الحالات. للأسف هي آخر شيء أنا اللي اكتشفناه يعني إنه اللي طلع معنا إنه هي في حالة تحرش صايرة معها. وين طبعاً. بالشارع؟ لا من الأهل. من الأهل. يعني شو رح نتوقع من الأهل اللي حاطين أولادهم بهيك خلينا نقول بيئة؟ قبل ما نتشكرك أريج بدنا نقول كلمة كتير مهمة. مشروعكم مو مشروع بس
التعليمي هو مشروع إنقاذ جيل ممكن يصير مجرم، ممكن يصير قاتل، ممكن يصير سراق وحرامي، وممكن يهدم وطن، فلازم ندير بالنا على هدول الأشياء. يمكن نحن بظروف الحرب على سوريا ما تغفلنا، لا، بس في عنا أولويات، ولازم من ضمن إعادة الإعمار يكون عنا المدارس المخصصة لحمايتنا، موجه لإلهم أكيد لحمايتهم وحماية بلدنا أكيد. تماما. لا، الأعداد للأسف هلأ تزايدت، يعني هلأ حتى بالفترة الأخيرة عم بتزيد الأعداد، يمكن نظرا للظروف الراهنة. تماما. هو الواقع الاقتصادي، الظروف الصعبة اللي عم نعيشها، بس لازم نحن نكون عندنا إنسانية بالتعامل مع أطفال المشردين، لازم نحن نبلش يعني بكل حدا فينا نقدر نتعامل معهم بالطريقة الصح، بلا منهينهم، نعاملهم بأحسن معاملة، هن أطفال بالنهاية بس ظروفهم يعني صعبة. شكرا لك. نحن نحكي للأشخاص الثانيين مثلا بأي طلعة أو شيء بيسألوا إنه مين أنتم؟ أنتم فريق شو؟ إنه بس يا جماعة نحن سيار، بس إنه الأطفال هدول كذا كذا، في ناس بتتفاجأ عن جد. 100% يا طول الحديث يا أريج، ولكن نحن صار خلص وقتنا، بدنا نتشكر وجودك معنا، وإن شاء الله نشوف كل شيء عم تعملوه عم يتمر أكثر وأكثر. أهلا وسهلا.